ما هي الرسالة من وراء مسيرة العودة الكبرى هذه المرة، والتي لم تقتصر على يوم الجمعة الماضي يوم الأرض الفلسطينية، لكن ها هي الآن تتواصل وتتجدد اليوم؟ مساء الخير لك والضيوف والمستمعين الكرام. أهلا بك. مسيرة العودة الكبرى هي قرار فلسطيني، هي ليست مشهد سنشاهده في لحظة ثم يختفي. مسيرة العودة هي عبارة عن فعل بدأ في يوم الأرض بأن قرر الشعب الفلسطيني استخدام وسائل سلمية ليرسل رسالة بأنه لم يسمح لأحد بأن يعتدي على الثوابت الفلسطينية، وأنه قد حان الوقت بعد 70 عاما من اللهو والعبث في القضية الفلسطينية أن يأخذ الشعب الفلسطيني اللاجئ زمامه بيده، وأن يعود إلى أرضه التي طرد منها في العام 1948، لا يحمل سلاحا ولا يطلق رصاصة، وحافي القدمين وبصدر عاري يمشي إلى عائدا إلى أرضه ودياره دون استخدام أي وسائل للعنف، ودون أن يشتبك مع أحد، ودون أن يستهدف أي واقع سياسي موجود. ولكن دعني أستوضح منك سيد عصام، قلت إنه قرار الشارع أو الشعب الفلسطيني للخروج بشكل سلمي للمطالبة بحق العودة، ما المقصود هذه المرة بالشعب الفلسطيني؟ هل يخلو الأمر تماما من نخبته السياسية؟ هو المقصود هو الشعب اللاجئ الذين المسجلون في الأمم المتحدة كلاجئين فلسطينيين، هؤلاء الذين يعيشون الواقع المزري الواضح أمام أعين العالم أجمع، إن كانوا في قطاع غزة وإن كانوا في لبنان وسوريا وإن كانوا في أي مكان في العالم. هؤلاء المشردون الذين صدر بحقهم القرار 194، والذي قال في فقرته 11 وجوب السماح بالعودة للاجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم والعيش مع جيرانهم بسلام.